نروح معاكم للحقيقة موضوع مهم جدا يمكن احنا نتكلم عن ذوي الهمم والاهتمام الكبير اللي بتوليه الدولة المصرية بهذه الفئة الفئة الهامة وفكرة تمكينهم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية خاصة انه في ارادة سياسية بتدعم وتساند كل هذه الطاقات الموجودة والمواهب من قادرون باختلاف شفنا مبادرات ومشروعات كتيره في الفتره اللي فاتت بتستهدف تمكين اصحاب القدرات الخاصه، واحنا النهارده معانا نائبه لها دور مهم في ملف ذوي الهمم، كمان بطله رياضيه بنرحب بضيفتنا دكتور مها شعبان ابو سالم عضو مجلس النواب، صباح الخير علي حضرتك يا دكتور في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا استاذه جومانة. صباح الخير يا استاذ مصطفى. اهلا بحضرتك. صباح الخير لكل الساده المشاهدين أهلا. في وطننا الغالي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. طيب واحنا بنتكلم في البدايه يمكن حابين نعرف منك ونعرف الساده المشاهدين ايه اللي اختلف لو هنتكلم عن وضع اصحاب قدرون باختلاف قبل ما قبل كل الخطوات اللي تم اتخاذها في هذا الملف تحديدا والوضع دلوقتي بقى شكله عامل ازاي اختلف حاجات كتيرة من منذ قيام ثورة 30 يونيو هذه الثورة العظيمة صححت كثير من المسارات كان من أهمها ملف ذوي الإعاقة كنا بنعاني بقى لنا أكثر من 40 عام كان في قانون قديم ما كانش بيشمل غير على تمثيل ذوي الإعاقة في الوظائف في الدولة بنسبة 5% لكن جه بعد قيام الثورة كان في الأول دستور 2014 الدستور ده كان من أول الدساتير المصرية اللي كفلت المشاركة للأشخاص ذوي الإعاقة في البرلمان المصري وحقيقة شرفت بتمثيل الإخوة ذوي الإعاقة للمرة الثانية على التوالي في البرلمان المصري وكنت مقدمة مشروع قانون ذوي الإعاقة مع أحد الزملاء الأفاضل من السادة النواب والقانون ده كان بيحمل فيه طياته والملف بتاعه أكتر من خمسة وخمسين مادة تقريبا كان بيتكلم فيها في ال وخمسين مادة على كل القضايا المهمة التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وكل مناحي حياتهم كلمة تمكين بتعجبني قوي يعني لما بقول تمكين ذوي الهمم معنى ذلك أن الدولة مهتمة جدا بأن هي تضع عليهم وظائف مناسبة تضع عليهم اهتمام خاص في المواصلات العامة تضع عليهم تسهيلات في أشياء حكومية كثيرة جدا قبل كده كنا فين وبعد التمكين بقينا فين زي ما قلت لحضرتك طبعا تمكين الاشخاص ذوي الاعاقه في الجمهوريه الجديده اسمح لي الاول بحي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لان هو كان اول رئيس يهتم على ده, 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 ده واهتم بيه ولان هو كان شايف ان الاشخاص ذوي الاعاقه ان هم ليهم قوه جباره وطاقه وان هم جزء اساسي في تكوين المجتمع المصري ودمجهم في المجتمع المصري والاستفاده من خبراتهم المختلفه قبل كده زي ما قلت لحضرتك كان القانون بيمثل امتياز واحد اللي هو تعيين الخمسة في المية في الوظائف الحكومية وكان بعد مرور فترة من الزمن على القانون القديم ده حتى التمثيل اللي هو لتشغيل الوظائف خمسة في المية للأشخاص ده الإعاقة ما يعني ما كانش على يعني بيأدي دوره كويس أنه هو بيقوم بتوظيف هؤلاء الأشخاص تمكيننا بقى في الجمهورية الجديدة بقى في تمكين للأشخاص ذوي الإعاقة زي ما قلت لحضرتك في البرلمان المصري إحنا 8 أشخاص ذوي إعاقة من برلمان 2015 وده كان أول برلمان مصري يبقى ليه كوتة للأشخاص ذوي الإعاقة فده كان تمكين جيد جدا لان احنا كنا بنقدر نتكلم بقيته على لقيته صوت جوه البرلمان لقيته ليه صوت, صوت ليه جوه البرلمان وكتله وبن... كمان وكتلة كبيره وكلنا بنشتغل م. على كل الملف بتاع ذوي الاعاقه آآ... القانون كان قانون 10 2018 كان ليه امتيازات كتيره من اهمها استخراج بطاقه خدمات متكامله البطاقه دي بطاقه مميكنه بيبقى مثبت فيها اسم الشخص المعاق ونوع الاعاقه سواء سيان كانت حركيه بصريه اي اعاقه مختلفه اللي عن طريق البطاقه دي بتقدر ان انت تحصل على تحجز وحدات سكنيه في الاسكان الاجتماعي يبقى لك الاولويه في تخفيض لساعات العمل للاشخاص ذوي الاعاقه مدفوعه الاجر في معافاه من الضرائب للسيارات المجهزة أو أي مستلزمات طبية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة كأجهزة تعودية كراسي متحركة سماعات طبية في في امتيازات كتيرة في كمان القانون ده كان اهتم بالتعليم ان الناس اللي حتى ان هي مش موظفه وليها تامين صحي القانون ده كفل ليهم التامين الصحي الشامل ان هو يبقى له من حقه ان هو يبقى مؤمن عليه يقدر من خلال البطاقه يتوجه لاي مستشفى ويحصل على العلاج المناسب ليه أو إجراء العمليات في كمان إن هو كان عمل في القانون ده ناشد القطاع الخاص إن إحنا لو وظفنا الخمسة في المية وعديناها في القطاع الخاص ده بيبقى عامل زي عامل اسابه للقطاع الخاص ان انت لو وظفت ال5% وتعديتها لا هيتخفض لك من الضرايب اللي انت بتدفعها للدوله عشان يشجع القطاع الخاص وكل العاملين في الدوله ان هي تهتم بهذه الفئه في كمان على وسائل النقل زي ما حضرتك قلت يا استاذ مصطفى ان القانون كان بيخفض على وسائل النقل 50% للقطارات المكيفه والمواصلات العاديه ان هو مجاني من حق الشخص المعاق ولو معاه مرافق أنه يستقل هذه المركبات بدون اي فلوس خالص. <applause> طيب بجانب كل يمكن الانجازات او الخطوط اللي تم اتخاذها في هذا الملف ملف قادرون باختلاف ايضا كان هناك وحده لدعم قادرون باختلاف في كل المحافظات للدعم المستمر والتواصل مع هذه الفئه تحديدا. انا دايما بحب, بحب اعرف يا دكتور مها يعني ردود الفعل على ارض الواقع يعني فئه قادرون باختلاف او ذوي الهمم حاسين بده فعلا شايفين ده ازاي على ارض الواقع التواصل المباشر انه بقى فيه بالفعل خدمات بتقدم مش مجرد مشروعات بتقدم في مجلس النواب او غيره احيي برضو للمره الثانيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لانه كان في احد المؤتمرات الشبابيه في الاسماعيليه تقريبا كان قبله شاب من ذوي الاعاقه وكان طلب منه ان هو يخصص عام لذوي الاعاقه وسياده الرئيس مشكورا لبى النداء هذا الشاب وكان عام 2018 عام ذوي الاعاقه لما رئيس الجمهورية بيلقي إزبط أو الضوء على هذه الفئة ده جعل الحكومة وكل الوزارات المختصة في الدولة إنها خلاص لا إن الفئة دي هتحظى باهتمام كبير كان في فعلا وزارة التنمية المحلية وزير التنميه المحليه من فتره قليله جدا اصدر تعليماته لكل المحافظات ان يبقى فيه شباك في كل المحافظات في قسم الخدمات التكنولوجيه يبقى الشباك دوت خاص بال... بال... بتسهيل ال... كل ما يتعلق بامور الاشخاص ذوي الاعاقه خلينا صادقين مع انفسنا ومع الساده المشاهدين اي قانون في الدنيا مش هيمثل يعني مش هيحقق النتائج قصدي المرجوه منه بنسبه 100% لكن قانون 10 وثمانية 2018 بنسبه كبيره جدا جدا يعني حقق اللي احنا عايزينه وكنا بندور عليه طبعا حصلت طفره كبيره خلينا لا كل أربعة 14 احنا تقريبا من 12 ل 14 مليون شخص من ذوي الهمم في جمهوريه مصر العربيه لا حاسين فعلا بتغيير من 12 ل 14 تمام. مليون وطبعا دي نسبه لا يستهان بها وخاصه ان ال 12 او 14 مليون دول عايشين في اسر فاحنا كده بنمثل قطاع وشريحه كبيره جدا من المجتمع المصري صحيح. لا بدا فعلا هم يحسوا بطفرة وان في تغييرات وان في حد مهتم بيهم وان كل كافه اجهزه الدوله صحيح. تحت القياده السياسيه ان هي مهتمه بهذا الملف وحتى رئيس الجمهوريه يعني مشكورا برضو كل عام بيبقى في احتفاليات او اي مؤتمر خاص بذوي الاعاقه بيحضروا وبيوصي الحكومه المصريه باتخاذ كل ما يلزم لمساعدة هؤلاء الأشخاص لأن هو طبعا حضرته متأكد تماما أن لا تقوم الدولة إلا بهؤلاء الأشخاص وأن احنا كلنا في وطن واحد ما فيش فرق بين إنسان ذوي إعاقة أو غير ذوي إعاقة بالعكس ده أنتم ممكن تبقوا أفضل من الأصحاء لأنكم فعلا عندكم أفكار يعني احنا شفنا في عبقرة مصريين يعني طه حسين عمر الشريعة على أي حال لو طلب منك تعملي مثلا فيلم وثائقي أو تسجيلي وتجيبي حالات معينة اثرت فيها هذه التعديلات الحكوميه هتختاري كم حاله ابرزهم مين اكتر ناس فعلا استفادوا من دعم الدوله و... وفعلا القوانين او حزمه القوانين وحزمه التوصيات اللي بيصدرها الرئيس وحزمه الاجراءات اللي بتحصل في اجهزه الدوله اثرت عليهم بالايجاب هتختاري مين واحد اثنين ثلاثه هختار <applause> ناس كتيره اولا ابرزهم أنا مش عايز أقول أسماء عشان ما انساش حد وحد يزعل مني. ماشي. بس خليني اقول ان احنا ممكن نختار من فئات مختلفه لاعاقات مختلفه ناس كتير انا ممكن ناخد جزء من الاعاقه البصريه يكون حد بارس في مجال الاعاقه البصريه بيتكلم عن الملف ده ويقول ايه التغيير وايه اللي حصل بالظبط من الدوله والحكومه المصريه ثم حصل لهم تطوير تكنولوجيا المحمول والحاسب الالي والبرامج المساعده دول كان. كان ليهم حزمه في القصه دي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مولت الدوله 150 مشروع للحاسب والبرامج الإلكترونية الخاصة و... بالمكفوفين خاصة آه للمكفوفين عن طريق البرامج الناطقة ولا المكفوفين والصم والبكم عن المكفوفين والصم والبكم عن طريق البرامج الناطقة م -م. لمساعدتهم في في ان هو التعرف على كل مشاكل الدوله ازاي يقدر يدخل يعمل سيرش يبحث على وظيفه ازاي هو لو طالب ازاي يتواصل في الجامعه ويقدر يحقق نجاحاته طيب دكتور ما شايفة قرار منح المجلس القومي لذوي الإعاقة الاستقلال الفني والمالي والإداري شايفة إزاي؟ قرار ممتاز جدا لان هو كده بيساعد الاشخاص ذوي الاعاقه ان هو هذا المجلس اللي يبقى فيه استقلال فني ومالي واداري واعطاء الحق في ابلاغ السلطات وابلاغ السلطات لو أنتهت اي حق من حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه والمجلس القومي برضو الإعاقة كان ليه دور كبير في مناقشة قضايا الإعاقة <applause> فمصر طلع عمار الشريعي وطلع طه حسين في حد من الأجيال اللي جاية بترهني عليه بصفتك نائبة في البرلمان بتمثلي هذه الفئة؟ براهن على ال 14 مليون أو ال 12 مليون مصري كلهم متميزين برغم اختلافات إعاقاتهم شفنا تميز في, في الرياضة في الفن والرياضة والتعليم فيهم حاليا دلوقتي كان قانون القديم برضو كان في مشكلة إن هو لو أنا مثلا جبت في تنسيق ثانوية عامة مجموع عالي كان بيحس ان انا ماليش غير الالتحاق بثلاث كليات تجاره او اداب او حقوق في كليات القانون النظرية الجديد يعني. اه في القانون الجديد لو اي انسان من ذوي الاعاقه حصل على تنسيق بمجموع عالي من حقه يلتحق باي كليه وشفنا فيهم دلوقتي ناس اتخرجت فيهم مكفوفين دكاتره وتعينوا اساتذه تدريس في جامعات مختلفه وبراهن عليهم برضو في مجموعه كبيره جدا في مجال الرياضه والفن الرياضه حققوا نتائج رهيبه في حضرتك كنت واحده برضو كمان من البطلات يعني حضرتك كنت طبعا بطله رياضيه ألعب بقوه, ألعب بقوة. الحمد لله انا مثلت بلدي بلعب مثلت بلدي في كثير من المحافل الدوليه وحققت ميداليات لبلدي وكنت ببقى سعيده جدا ان انا برفع علم بلدي بلعب رياضه من 2007 حتى الان والحمد لله كل ميدالياتي ذهب وكمان مش انا لوحدي في منتخب العاب قوه بيحقق نتائج ومنتخب رفع الاثقال ومنتخب تنس طاوله اللجنه البارالمبيه يعني مكتظه بهؤلاء العظماء من الرياضيين ده حقيقي ويمكن واحنا بنتكلم عن هذه الفئه تحديدا يمكن سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي قد يعني اشار قبل كده انه هذه الفئه فئه قدرون باختلاف هم كنز ثمين لهذه الدوله ويمكن طاقات كبيره جدا 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 كانت مهدره في وقت سابق وانه يجب الاهتمام بهذه الطاقات والقدرات واخراجها واستغلالها بما ان احنا بنتكلم عن استغلال مواردنا بشكل كبير فهم يعني احدى هذه الموارد والموارد الهامه بكل تاكيد واحنا هنا في صباح الخير يا مصر يا دكتور مها دايما بنحاول ان احنا نسلط الضوء اولا على الانجازات اللي حصلت في هذا الملف تحديدا ومش بس الانجازات احنا دايما كمان بنحاول ان احنا نسلط الضوء على اي تحديات بتقابلكم اي عقبات نحاول ان احنا نساعد كمان مع بعض ان احنا نزلها لانه هي دي استراتيجيه الجمهوريه الجديده وهي دي استراتيجيه الدوله المصريه الحاليه ان احنا نستغل طاقتنا خاصه استغلال المورد البشري او الطاقات البشريه عندنا. انا بشكرك جزيل الشكر دكتوره مها شعبان عضو مجلس النواب نورتينا في صباح الخير ميرسي لحضرتك نورتينا يا فندم وبالتاكيد يعني هيبقى لقاءات قادمه و... وقد ايه احنا سعدة فعلا حقيقي والله وبشكل و... شخصي انا يمكن يعني في في المؤتمرات الشبابيه يا جمانه يمكن بنشوف قد ايه اكتر ناس فعلا بيعملوا حاله من حالات الطاقه الايجابيه هم الناس دي، والناس دايما بتبقى ملفوفين حواليهم ملفوفين حواليهم وبيشجعوهم وهم فعلا اللي بيدوا لنا الامل ان بكره احسن خليني بعد اذنك شكراً. اوجه بس رساله ممكن في دقيقه بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وبشكر كل الامهات والاباء اللي هم اهتموا وكانوا اكبر سبورت لاولادهم نفسيا قبل ما تدانا دول عم. اهم شكرا جزيلا شكرا